مشاهدينا ومشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم ولقاء جديد مع وراء الاحداث على النهارده الاثنين 21 اكتوبر 2024. اخيرا كان بعد كل اللي حصل الفتره اللي فاتت بالنسبه لموضوع الاعتراض على المحاضرين في السمينار العاشر للبجمع المقدس، بيان من الكنيسه بتاجيل السمينار وعقد عده اجتماعات في الفتره القادمه. طبعا احنا اقتربنا جدا من 5 نوفمبر، خلاص موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، والصراع يشتد والمنافسة تشتد بين دونالد ترامب الرئيس الجمهوري السابق والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس. الحقيقة في جولات كثيرة جدا في الولايات المتأرجحة، هاريس بتسعى لكسب أصوات ممكن تروح لثلاث ولايات في يوم واحد. ترامب كان في بنسلفانيا على مدى الثلاث أيام اللي فاتوا. إيلون ماسك بيعرض مليون دولار لمن يوقع عريضة، والعريضة دي الحقيقة هنفهم برضو مليون دولار يوميا هيتم اختيار شخص بشكل عشوائي لو هو وقع على عريضة كان نشرها عنده على موقع إكس، ودي بتعتبر برضو من ضمن الخطط اللي أطلقها إيلون ماسك لدعم ترامب. عندنا كمان موضوع بقى في مصر جميل جدا بصراحة، تحية كبيرة للكلب البلدي، أشهر كلب في مصر اللي يعتبر عمل ترويج للسياحة في الأهرامات، وأيضا يعني بجد احتفاء كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني الكل بقى منتظر ان منى الشاذلي تستضيفه كمان. حفيد الاله انوبيس، وبيقال ان هو استرجع لنا يعني الاله انوبيس هذا الكلب الجميل. عندنا كمان اخبار عن الاقتصاد، الرئيس السيسي بيقول مصر قد تراجع الانفاق مع صندوق النقد الدولي اذا ادى الى ضغوط غير محتمله للشعب المصري. ايضا باريس تستخدم فوائد الاصول الروسيه المجمده لتسليم كييف معدات عسكريه جديده، ودي برضو يعني يعتبر تحدي كبير. هي على فكرة دلوقتي فرنسا بتتحدى كلا الطرفين، بتتحدى إسرائيل ومشاكل ما بين ماكرون ونتنياهو، ودلوقتي فرنسا كمان بتتحدى روسيا، فهنشوف هترسي على إيه الأمور دي كلها. عندنا كمان فاكرين فتح الله جولن اللي هم كانوا قالوا عمل انقلاب في تركيا، توفى في احد المستشفيات في الولايات المتحده الامريكيه، وهو كان ليه فتره مقيم في امريكا. عندنا كمان الحرب طبعا الاسرائيليه بتدخل منحنيات خطيره جدا، كان في محاوله لاغتيال نتنياهو وزوجته عن طريق مسيره أطلقها حزب الله على المقر إقامة نتنياهو وزوجته. عندنا كمان قتلى ومصابون بصفوف جنود الاحتلال جراء إطلاق صاروخ نحو آلية عسكرية في جباليا. كمان دلوقتي كلام عن موضوع مصير جثة السنوار، الجيش الإسرائيلي يفكر في أو يعني بيناقش دلوقتي حرق جثة السنوار وتفجير المنزل اللي شهد المعركة الأخيرة وقتله في هذا المنزل. عندنا كمان مقترح جديد لغزة، هدنة أسبوعين مقابل 5 أسرى أحياء، تسريب وثائق سرية للغاية بشأن خطة الرد على إيران، وإيه مضمون يا ترى الوثائق اللي تم تسريبها. وكمان عندنا استهداف لمقرات مالية كبيرة في بالنسبة لي في الضاحية الجنوبية، مقرات لحزب الله، والتصعيد شديد جدا بين إسرائيل وحزب الله، وأيضا معارك دارية في غزة أيضا، ودخول بري وقتلى من الجيش الإسرائيلي. كتير جدا وقت ما حصل بقى الموضوع بتاع انتشار البيان اللي كان موقع أو البيان اللي كان ذكر فيه أسماء 17 أسقف ومطران على موضوع أنه هم معترضين على 2 محاضرين في سمينار العاشر للمجمع المقدس اللي كان مفروض يعقد في أوائل نوفمبر، وإحنا كلنا منتظرين ردود فعل كانت كثيرة جدا. شفنا انضم للأساقفة واللي كانت أسمائهم موجودة في البيان، نيافة الأنبا موسى بفيديو صوت وصورة، نيافة الأنبا أبانوب أيضا فيديو صوت وصورة. لقينا كمان اتهامات بالهرطقة، وجي رد عليها نيافة الأنبا مكاريوس عن أنه كلمة هرطقة دي ما ينفعش كده تطلقها، ده في
اربع خطوات عشان تقول ان هذا الشخص مهرطق. ومستنيين كلنا، الناس كلها كانت اعينها على الاجتماع الاربعاء الماضي على انه قداسة البابا هيتكلم. تجاهل قداسة البابا الحديث في هذا الموضوع تماما الى ان صدر بيان بالامس. في هذا البيان، والحقيقة البيان من اوله لاخره يعني بجد يعني تم صياغته بشكل دقيق جدا. في بداية البيان، ونكبر معلش زمايلي البيان على الشاشة، المحبة لا تسقط أبدا. بعد ورود عدة ملاحظات من بعض أعضاء المجمع المقدس، تقرر تأجيل السيمينار العاشر الذي كان يجري الترتيب لعقده الشهر المقبل إلى وقت آخر، لم يتم تحديد الوقت، لمزيد من الدراسة والإعداد مع الاعتذار لكافة المحاضرين. الجدير بالذكر أن السيمينار ليس اجتماعا رسميا للمجمع المقدس، بل مجرد مؤتمر دراسي حول أحد موضوعات الخدمة والرعاية، ولا يناقش في أي موضوعات إيمانية أو يصدر عنه أي قرارات أو توصيات، لأن هذا اختصاص الجلسة القانونية للمجمع المقدس والتي تعقد سنويا برئاسة البابا البطريرك. هذا وقد قرر قداسة البابا دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للاجتماع قريبا لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة، وسلاما وبنيانا لكنيسة الله، الأحد 20 أكتوبر. الفقرات اللي مكتوبة في هذا البيان فقرات الحقيقة رد كبير جدا. كده احنا بس ما نتأجل، هل هيكون المحاضرين اللي كان عليهم الجدل هم موجودين ولا لا؟ مش عارفين دلوقتي الاجتماعات اللي هيتم طبعا عقدها الفترة اللي جاية، وانه المحبة لا تسقط ابدا، وسلاما وبنيانا للكنيسة. رسالة اتمنى تكون وصلت للكل، لكن طبعا زي ما احنا متعودين، هل يا ترى الموضوع كده اتقفل ولا لازم الناس تدلي بدلوها ولازم يكون في ردود فعل؟ والردود الفعل بتدرس الموضوع، يا ترى كده رد البابا ده كان حاجة من مصدر قوة ولا لا ده مصدر ضعف؟ وهل كده نجأ يعني، هل كده انتصروا حماة الإيمان؟ ودخلنا برضو في قصص كده. فالحقيقة من الناس اللي كانوا ليهم حضور كبير جدا في هذه المشكلة، وعقدت وكان تم يعني عقد عدة لقاءات صحفية معاه، هو المفكر العلماني كمال زاخر. فالحقيقة كان في السلطة، كان في السلطة الرابعة، السلطة الرابعة كان في تصريحات من يعني في حوار كان معاه، كان بيقول فيه البابا تودروس الثاني رجل نقي وروحاني، توجد طيارات داخل الكنيسة تسعى لعزل البابا والوصول للكرسي البابوي للأسف، أقترح وضع دستور للإيمان الأرثوذكسي ودستور طقسي. الوضع الرهباني الآن يحتاج إلى وقفة، الكهنوت والرهبنة قضية تحتاج إلى بحث، ولدي ملاحظات على لائحة المجمع المقدس. وده كان تزامنا مع كل الكلام ده، والكنيسة وبعد زوبعة السيمينار نقطة نظام قوة وحيوية الكنيسة في أبنائها، وهم من قدموا على مدار التاريخ، وكل الكلام ده برضو للأستاذ كمال زاخر، قدموا على مدار التاريخ أرواحهم بطيب خاطر بل وبفرح حفاظا على أمهم أم الشهداء وبقاء الكنيسة، مرتهن بقدرتهم على الحفاظ على إيمانهم، وهم لهذا فاعلون بدعم وحماية الروح القدس لها بوعود حاسمة تؤكدها خبرة الكنيسة عبر عمرها المديد وإلى آخر الدهور. لكن الكنيسة بحسب التتبع التاريخي تعبر بقمم وقيعان فيما يتعلق بالرعاية، وقد نبه رب المجد الرعاة لهذا وحذر من الرعاة الأردياء الذين يركنون إلى طول آناته. لذلك ختم كلامه بأن صاحب الحقل سينزع الرعاية منهم ويعطيها لآخرين. أزمات حقبة الآب البطريرك الأنبا تودروس لم تصنعها الرعاية، بل طيف من رعاة زمننا بشكل متواتر وملح ومتنوع، عسى أن يخلقوا حالة غضب شعبي ينتهي إلى عزله، في تكرار لما حدث في منتصف القرن المنصرم في مقاربة لم تنتبه للمتغيرات الجيلية ولانتفاء وجود مبررات تدعم سعيهم، وإنما أغراض ذاتية بعضها يراود أصحابها القفز على الموقع بديلا، وبعضها صدمه أن البابا البطريرك ليس صورة مستنسخة لأحد، بل له رؤيته المبنية على خلفيته العلمية. جه بقى إبراهام نصر الله وقال إلغاء المجمع المقدس مخالفة صريحة للائحة المجمع ولغة تصعيدية خطيرة. معلش بنوضح لحضرتك، هو لم يتم إلغاء بل تأجيل.
فهو بيقول ان ده لغه تصعيديه خطيره وعنيفه لاعضاء المجمع المقدس، وايضا بطلان انعقاد اللجنه الدائمه حيث انها مكان محدد ميعاد للمجمع المقدس وتم الغاء واستبدال انعقاد المجمع باللجنه الدائمه التي تنعقد فقط في الضروره. ما حصلش الغاء البيان كان واضح، فانا ما اعرفش اي حد برضه حابب انه يتكلم المفروض ان هو يدرس يعني يكون دقيق في التعليق. عندنا بتهيألي ردود فعل تانية ولا ده كان اخر رد فعل؟ طيب كان برضو في إبرام نفسه برضو بيقول اقتصار دور المجمع المقدس على اللجنة الدائمة وإلغاء دور المجمع المقدس ما ذكر مخالف تماما وضد لائحة المجمع المقدس، ما حدث العقاب للآباء على اعتراضهم. أنا مش شايفة أن في عقاب، اللي أنا شايفاه أنه هو قال أن احنا هنبتدي نعمل اجتماعات وكلام وفتح المجال أن احنا يبقى فيه حوار. ما حدث يؤكد أنها لا توجد قنوات شرعية بل يوجد شخص يفرض رأيه. ما حدث حقيقي ومكتوب يؤكد عدم استقامة الأمر حيث أن الوضع كان اعتراضات وليس ملاحظات. ما حدث لكي يحمي اثنين لهم تعاليم منحرفة لكي يفهم الشعب القبطي أن القصة مش قصة قنوات شرعية ولا تسريب ولا أمر داخلي. الأمر صناعة أزمة حتى نصل لهذا المشهد، لأنه إذا تم منع أصحاب التعليم المبتدعة كانت انتهت حياتهم التعليمية في الكنيسة. فنكرر التضحية باستمرار من أجل الحفاظ وحماية هؤلاء المنحرفين فكريا. بصراحة أنا يعني هكتفي بهذا القدر، لأنه برضو مبني الموضوع على أنه الموضوع هنا السيمينار تأجل وليس مش أنه هو يعني السيمينار ما يعتبرش اتلغى، ده تأجل بس وأنه في حوار، ودي أحلى حاجة. وكان حتى لو ما عرضت على حضراتكم كلام رامي كامل كان بيطالب بده، أقل يعني أكثر طريق علشان نوصل ونقرب وجهات النظر هي الحوار. ما ينفعش كمان ان الحوارات ولا المواضيع تتعرض على مواقع التواصل الاجتماعي ونبين ان في انقسامات وان في تحزبات والكلام ده كله. فبنتمنى فعلا يعني هدوءا وبنيانا للكنيسه، وان في نفس الوقت كان في تعليقات جميله جدا على قد ايه ان البابا الحكيم انتظر وقعد يتابع الامر الى ان يعني برضه صدر هذا البيان بكل دقه وبكل حكمه. نصلي من أجل قداسة البابا ومن أجل كل النفوس في المجمع المقدس وكل الأساقفة وكل المطارنة وكل كنيستنا وكل الكهنة في كل العالم بجد، إنه ربنا يعطي حكمة ويعطي سلام وبنيان وهدوء لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية. عندنا بقى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وافقت على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابع بحسب تصريحات متحدث رئاسة الوزراء محمد الحمصاني. وطبعا ده بيفكرنا أنه اللجنة ما زالت مستمرة في العمل، وعندنا كنائس كتير وأوضاع أماكن كتيرة جدا، ونفسنا بقى نوصل كمان لفتح الكنائس المغلقة لدواعي أمنية، وأنه ما يكونش في قرية ولا نجع فيهم عدد كبير من المسيحيين ما يكونش فيها كنيسة، والناس داخلين على الشتاء وان هم يقعدوا بقى ينتقلوا من مكان من قرية مثلا ويقعدوا ياخدوا مواصلات 3 كيلو ولا 2 كيلو حتى، ده كتير عليهم حرام بجد. فنتمنى انه يكون في تسريع شوية، احنا لينا فترة ما سمعناش عن تقنين اوضاع هذه الكنائس. يبلغ عدد الكنائس والمباني اللي تم الموافقة على توفيق اوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابع. نتمنى المزيد من العمل إن شاء الله حيال هذا الأمر. عندنا بقى قصة اختفاء الطالبة منار باهي زخاري عندها 18 سنة من كنيسة الملاك رفائيل منطقة غيط العنب غرب الأسكندرية. الحقيقة إن كانت جات لنا تفاصيل عن هذا الاختفاء، تفاصيل كتيرة، وفي نفس الوقت برضو كان يمكن زي ما قلنا كده انه موضوع الاختفاءات رجع تاني الفترة دي. المهم اللي وصلنا الحقيقة كان معلومات كتيرة حول هذا الامر، من ناحية انه البنت اختفت، اهلها عملوا محضر، في كمان يمكن برضو الرسالة كانت كبيرة، لكن هو اللي اتقال ان هي كانت منار من مواليد سوهاج بتاريخ 3 أكتوبر 2006. تم عمل محضر إداري في قسم شرطة قرموس برقم 3866 لسنة 2024. منار أب اعترافها قدس أبونا القس مينا فوزي ذهبت لأخذ الدرس خصوصي في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر. هي بالصف الثالث ثانوي تجاري بمدرسة أم المصريين الثانوية التجارية بمنطقة التجارية بنات بمنطقة الرصافة في محرم بك، وما رجعتش لغاية دلوقتي. اتصلت كانت بوالدتها عشان تطمنها بأنها وصلت لمكان الدرس، وبعدها تم غلق الموبايل
ومن ساعتها ما فيش اي اخبار. تم تفريغ الكاميرات واللي اظهرت وهي بتسير وحدها بشارع الطابية بجوار شركة اورنج حيث تسكن، ودخلت احد محلات بجوار المنزل عشان تشتري كيس مناديل، وبعد كده اكملت في سيرها وحدها وليس معها احد في اتجاه مكان الدرس. جاري تفريغ باقي الكاميرات. وكان برضو في كلام عن انه في رئيس مباحث قسم شرطة كرموز رفض إطلاع العائلة على كل التفاصيل يعني، وعلى تفريغات الكاميرات. عائلتها كانت قعدت فترة طويلة في قسم الشرطة علشان كان برضو رافضين عمل محضر، لكن في الآخر تم عمل محضر بعد طبعا الطبيعي اللي هو لازم يكون في مرور 24 ساعة على اختفائها. فالاستغاثة زي ما قلت لحضراتكم. بيقولوا برضو ان في اختها حنان نشرت بوست على صفحتها وكاتبة فيه اختي متغيبة من يوم الخميس، وبعدها كانوا يعني التليفونات بقى اللي اتقفلت. الصورة عرضناها ولأي حد طبعا يعرف اي معلومات، وبنتمنى اسرتها نتمنى ان اسرتها توصل ان شاء الله المعلومات عنها، ويا رب ترجع بالسلامه. منار باهي زخاري 18 سنه من كنيسه الملاك رفائيل منطقه غيط العنب غرب الاسكندريه. بنصلي من اجل عوده كل فتاه وكل سيده مختفيه عن بيتها، وكل شاب ايضا ورجل مختفي عن بيته. وزي ما بقول، حتى لو سمعتوا اخبار عن تغيير ديانه او اي حاجه او ان هم راحوا للاسلام، ما يعني ما تفقدوش الامل، ونفضل نصلي لغايه ما يرجعوا لحضن المسيح ولاسرتهم ان شاء الله. بننعي الاخت تاكلا ابو علوي ورائده تعليم الراهبات، والحقيقه ناس كتير كتبوا عنها قد ايه فعلا ان هي يعني كان ليها تاثير كبير جدا في كل اللي اتعلمه في مدارس الراهبات. ولدت في 9 ابريل عام 1937، توفت عن عمر 87 عام. هي كانت نشأت في سوريا وكانت راهبة في كنيسة الأم حريصة سيدة لبنان. جاءت إلى مصر عمر 19 سنة ودرست بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وشغلت منصب مدير مدرسة سيدة المعونة لنحو 40 نحو 60 عاما، وكانت مكرسة حياتها للتربية. والحقيقة كتير جدا زي ما قلت لحضراتكم نعوها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. بنعزي كل أسرتها وكل محبيها. معانا النهاردة الحقيقة حالة إنسانية، معانا ميري من القاهرة. الحقيقة ميري عندها كان مرض في جهاز المناعة وكانت بتتعالج لمدة 3 سنين ونص، وفي مشكلة في الفقرات وهي محتاجة تدخل سريع للجراحة، لأنه لما تأخرت الجراحة دلوقتي هي طريحة الفراش. معانا ميري. ميري أهلا بيكي وألف سلام عليكي. ميري أيوة، عندك كم سنة يا ميري؟ عندي 50، وأنا بقالي دلوقتي 3 شهور طبعا من مستشفيات كتير وأنفقت مبالغ كبيرة. لكن أنت المرض اكتشفتوه من 3 سنين يعني يا ميري؟ تقدر تقول يعني مش متوفر الفلوس، لأن أنفقت فلوس كتير والأسعار تاخدني وترجعني. يعني الموضوع شوية غير متوقع وغير محتمل. أنا يعني غالبا نايمه في اتجاه واحد، وده صعب جدا. تفاصيل كتير بس انا مش عايزه اخد وقت البرنامج، وعايزه اشكر محبه الكل، وانا واثقه امانه الله فوق كل شيء. والمرحله اللي احنا فيها دي محتاجه عمليه سريعه، عمليه الطبيب بالمستشفى زي ما هم بلغونا حوالي 150 طبعا لو دخلت عنايه مركزه، دي ما اعرفش لسه. ويعني ايه كام المبلغ؟ 150 ألف. يقدر على كل شيء، وامانته وصلاحه ما لهمش حدود. وانا واثقه انه كمان ان ينفع نشهد للرب. انا واثقه ان في امر عظيم وهقدر اجي اشهد للرب. امين يا رب. امين يا ميري، ربنا يديكي الصحه. يعني العلاج اللي هي ميري كده بتتكلم عن انه طبعا تم اكتشاف المرض ده من 3 سنين، ومن وقتها هي صرفت كتير جدا. دلوقتي اللي محتاجاه عمليه، والعمليه ممكن تتكلف ما بين 140 ل 150 الف جنيه، يعني كام دولار؟ حوالي 3000 دولار. 3000 دولار بس العمليه محتاجاها يعني بسرعه، لان هي دلوقتي انت دلوقتي نايمه في وضع واحد يا ميري مش قادره تتحركي منه. ميري
ميري. طيب هي طبعا يعني مش عايزه، يعني احنا بنشكر مشاعرك ان انت مش عايزه تاخدي وقت طويل في البرنامج، لكن احنا بنناشد دلوقتي كل اللي بيشوفوها هي عندها ايمان انه هيبقى في عمل عظيم وهتشهد فعلا لعمل ربنا في حياتها، ولان فعلا يعني تقوم يا رب بالسلامه. المرض اللي عندها تسبب في تآكل الفقرات، ولما حالتها تأخرت ودلوقتي هي في وضع صعب مش بتتحرك منه، فدلوقتي العمليه لازم تتعمل بسرعه. 140 ل 150 ألف جنيه مصري أو 3000 دولار. عندي إيمان زي إيمان كده ميري إن هيبقى فيه فعلا ربنا هيتمجد بشكل كبير جدا، وإن المبلغ ده يا رب يا رب يا رب إن شاء الله يوصل لها النهاردة، لأن إحنا محتاجين بسرعة نوصل لها الفلوس علشان تعمل العملية في أسرع وقت ممكن. ربنا يشفي كل مريض وربنا يتمجد. وبنتهز أيضا الفرصة بشكر كل حضراتكم اللي بتدعموا كل الحالات اللي بنقدمها في برنامجنا أو أي حالات بتعرض على قناة الكرم. الانتخابات الأمريكية يعني اشتدت فعلا المنافسة بشكل كبير جدا، وخصوصا مع اقتراب الموعد. احنا بنتكلم على 5 نوفمبر، يعني خلاص في عد تنازلي باستمرار. والحقيقة انه ابرز الاحداث او ابرز التطورات حول الانتخابات الأمريكية انه حملة كامالا هاريس تبرعات اللي وصلت للحملة تجاوزت المليار دولار خلال 3 أشهر. حق الإجهاض، وطبعا ده من الحاجات اللي هي انتوا فاكرين الملفات، احنا عندنا الاقتصاد، عندنا ملف الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود المكسيك، عندنا الإجهاض، كل دي ملفات يعني مهمة جدا. لكن الحقيقة أريزونا مثلا الهجرة غير الشرعية أهم حاجة بالنسبة لهم، ودي ولاية من الولايات المتأرجحة، في ولايات تانية بيهمهم الإجهاض بشكل كبير. المهم في موضوع تاني برضو كان أطرح على اللي بتحاول هاريس تستغله ليها فترة واستغلته خلال احتفالاتها بعيد ميلادها كمان اليومين اللي فاتوا، إن هي 60 سنة وإن صحتها جيدة جدا وإن هي أصدرت كل الوثائق اللي بتقول على يعني بتعرض فيها الحالة الصحية ليها. ترامب ما عملش كده، وفي نفس الوقت بتتهمه ان هو مع كبر السن بيعتذر عن مناظرات، بيعتذر عن لقاءات، وواضح ان هو ما بقاش يعني كفء لهذا الامر. هو برضو عمل حركة تانية علشان هي كانت قالت انها اشتغلت في محلات ماكدونالدز وهي صغيرة، فهو راح بقى في محل لماكدونالدز ووقف يبيع للناس والكلام ده كله. فبصراحة انه زي ما بقول لكم منافسة شديدة جدا. ايلون ماسك دخل على الخط عشان يدعم ترامب، بصوا كانت جميله قوي وخدت صدى حلو قوي. مقطع الفيديو للرئيس الجمهوري السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب وهو بيتكلم مع الناس علشان خاطر يديهم الاوردر بتاعهم، فقد ايه الناس بتتفاجئ، لكن كانت لحظه جميله بجد. واداهم كمان وجبات مجانيه. ففي يعني امور كتيره قوي بتحصل الفتره او حصلت الفتره اللي فاتت وهتحصل الايام اللي جايه. الجولات في ال7 ولايات المتأرجحه يعني مستمره بقوه جدا جدا الفتره اللي فاتت. خلينا يعني نكمل الجزء الخاص بترامب وهو في ماكدونالدز، وبعد كده نعرض الجزء اللي هو التقرير الشامل عن قد ايه احتداد المنافسه في هذا الوقت بين المرشحين. I wouldn't mind this job. I like this job. I think I might come back and do it again. Thank you. Look at that. Mr. Look at that. How are you? Thank you, Mr. President. Nice to see you. You made it possible for ordinary people like us to meet you. You're not ordinary here, everybody. Oh, my God. Oh, my God. Look at all the fake news over there. Hello, everybody. You can fake this, right? And you know, this is compliments of Trump, okay? Yes, thank you. Mr. President. You got the salt on it. Never touches the human hand. Very good. Very nice good. And full. Thank you. تتصاعد التوترات بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في الساعات الأخيرة قبل الانتخابات الأمريكية، معركة تبدو كأنها أيام الموت السياسي قبل انفجار قد يهز أمريكا. هاريس تكثف جهودها في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وميتشيغان، مشككة في القدرات الذهنية لترامب ومحذرة من مخاطر انتخابه. في ميتشيغان قالت: انتبهوا،
ترامب لا يستطيع إيصال أفكاره بوضوح، مشيرة إلى عدم قدرته على قيادة الأمة. جو بايدن انضم للحملة محذرا من أن ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية، مستحضرا شبح أحداث 6 يناير. ترامب بدعمه من إيلون ماسك يواصل هجمته على هاريس، محذرا من كارثة تحت إدارة ديمقراطية جديدة. ومع تصاعد الحملات الانتخابية، بدأ التوتر يمتد إلى الشارع الأمريكي، حيث شهدت بعض الولايات تظاهرات مؤيدة ومعارضة لكلا المرشحين. المناوشات الكلامية تحولت في بعض الأحيان إلى مواجهات بين أنصار هاريس وترامب، مما يعكس الانقسام العميق الذي تشهده البلاد. وبينما يحاول كل مرشح إظهار قدرته على توحيد الأمريكيين، يبدو أن المعركة على البيت الأبيض قد تفتح فصلا جديدا من الانقسام الاجتماعي والسياسي في أمريكا. وفي النهاية، هل تكون هذه معركة الموت الأخيرة لترامب؟ أم أن هاريس ستفوز بمفاتيح البيت الأبيض؟ المرشحة كاملا هاريس كانت يعني احتفلت بعيد ميلادها 60 بزيارة كنيسة في جورجيا، سعيا لحشد الناخبين للأدلاء بأصواتهم. التصويت المبكر اللي ابتدى في ولايات متعددة هذا يعني خلال الأيام اللي فاتت. سلطت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كاملا هاريس الضوء على التهديد الذي تتعرض له حقوق الإنجاب لدى النساء، يعني لأن هي طبعا ملف الإجهاض، علشان هي مع الإجهاض في كل الأحوال، فتعتبر هي اللي كسبانة شوية في نقط في ملف الإجهاض. استمرت هاريس في الضغط بقوة من أجل الحصول على أصوات في جورجيا، والتصويت المبكر كان حطم الأرقام القياسية. وأثارت أيضا كاملا هاريس تساؤلات بشأن الفترة القدرة عفوا البدنية لمنافسها الجمهوري. قالت أنه هو بيعتذر عن لقاءات كتيرة، اعتذر عن المناظرات. وفي نفس الوقت كانت الحملة الانتخابية للمرشحين كانت وصلت إلى ولاية ميتشيغان الحاسمة يوم الجمعة الماضي، ولكن طبعا ترامب رد على هذا الكلام، وأيضا بدأ برضو بنبرة يعني إدانة شخصها وتصرفاتها، وبدأ برضو اللهجة الحادة اللي هو متعود عليها حيال شخص هاريس مش بس أفعلها. ألغى ترامب كان فعلا العديد من المقابلات الإخبارية في خلال الأسبوع الماضي، وهاريس قالت أنه بيتهرب من المناظرات وبيلغي المقابلات لأنه هو مرهق، وقالت أنه بيميل إلى الخروج عن النص والسرسرة عندما يجيب على سؤال أو يتحدث في تجمع، وعادة ما لا يستطيع إنهاء فكرة. يعني هو بيتنطط، هي قالت كده أنه بيتنطط من فكرة لفكرة والكلام ده كله. ترامب طبعا لازم يرد عليها، فكان رفض ترامب التصريحات اللي كان عنده وصوله إلى ديترويت، زي وقال أمضيت 48 يوم الآن دون راحة، أنا لست متعبا، أنا مسرور حقا، هل تعلمون لماذا؟ نحن نسحقها في استطلاعات الرأي، لأن فعلا استطلاعات الرأي دلوقتي كتير جدا منها بيوضح انه قد ايه فعلا هو متقدم على هاريس في كتير جدا من الولايات المتأرجحة. وبرضو قال ترامب ان الشعب الامريكي لا يريدها، وهو قال استطلاعات الرأي الحقيقة هو مع استطلاعات الرأي لما بتكون معاه هو، لكن ضدها لانه بيعتبر ان هي مش دقيقة، لكن لما بتكون استطلاعات الرأي بتظهر تقدمه هو حاسس ان كده هي دي الاستطلاعات الصحيحة. وهو في بنسلفانيا كذب ادعاءات هاريس، وفي نفس الوقت طبعا المطعم ماكدونالدز ده هو في بنسلفانيا. هي كانت بتقول انها اشتغلت في المطعم، لكن مفيش ماكدونالدز في الوثائق في الوقت اللي هي قالت انها اشتغلت في المطعم قالوا ان هي ما اشتغلتش، وهي ما علقتش على الموضوع ده على فكرة. ولكن هو قدر يوصل للحركة دي، فكرة ان هو يروح المطعم ويفاجئ الناس، وبرضه عايز يبين ان هو نشيط، وانه زي ما انتوا حضراتكم كده شفتوا طبعا المشهد ليه وهو في المطعم، وان هو حقيقي بيقول انه بيتجول، وده اللي احنا شايفين الناس كلها شايفاه انه الحملات الانتخابيه لا هو مركز يعني بكامل صحته. هو بس يعني هي بتحاول تستغل فكره ان هو اعتذر، لكن هو حتى برنامج 60 دقيقه اللي هي ظهرت فيه هي بصراحه بشكل غير مرضي، وده اللي اثر على استطلاعات الراي بشكل كبير جدا. ما كانتش عارفه تعرض افكارها بشكل صحيح، ما كانت بتتهرب من الاجابات على الاسئله، وبالتالي هو كان قال انا اعتذرت عن ان انا ابقى في برنامج 60 دقيقه لان انا كنت قبل كده وعرضت كل اللي انا كنت عايزه اعرضه. برضو بمناظرات قال لك الوقت خلاص عدى، احنا كانت بالفعل التصويت المبكر كان ابتدى، مناظره ايه اللي يعملها؟ وفي نفس الوقت هو كان حاسس ان هو فايز في المناظره اللي عملها معاها، وبالتالي وان الخسران هو اللي بيطلب مناظره ثانيه. المهم هو
الحقيقة استعرض أيضا حجته الختامية في تجمع حماسي في بنسلفانيا لمحاولة تأكيد قوته كمرشح في السباق الانتخابي، وأيضا تحدث عن قضايا زي الاقتصاد السياسات الضريبية معتبرا أن إنجازاته في هذا المجال تفوق ما حققه خصومه. انتقد أيضا هاريس ترامب انتقد هاريس بسبب اقتراحها خلال حملتها غير الناجحة للرئاسة 2020. وعلى فكرة بيفكر الناس أن وقت ما كانت بتنافس جو بايدن في الحزب انتخابات الحزب الديمقراطي هي أول مرشحة خرجت من السباق، وبالتالي اعتبر أن هي كده ما كانتش عندها حملة ناجحة للترشح للرئاسة في عام 2020، وانه دعمها لحظر التكسير الهيدروليكي، وده برضو مهم جدا لبنسلفانيا لان هم اكتر ولاية بيعملوا هذا الامر التكسير الهيدروليكي، وان ده امر مهم للاقتصاد في بنسلفانيا، وهو موقف تقول حملة هاريس انها لم تعد تدعمه. بالإضافة إلى ذلك انتقد ترامب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مشيرا إلى مواقفها السابقة في هذا الأمر وفي أمور أخرى أيضا بالنسبة لي استغل دعمه من اتحاد عمال الصلب، وانه ده ايضا بيعزز موقفه، وقال ان هو تحدث في اتصالاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وباهميه الامن والسياسه الخارجيه، وتطرق للعديد من موضوعات حملته. على فكره هو كان في حوار مهم جدا مع قناه العربيه وكان برضو ناقشوا فيه كل هذه المسائل، وانه هو عنده سياسات ضريبيه قويه وجيش قوي خلال ولايته الأولى، وبيدعم أيضا يعني تقدمه ونجاحه في هذا الأمر على اعتبار أنه بيأكد على أنه كان 4 سنين والناس شافت قد إيه فعلا كان الحالة الاقتصادية للبلد قوية جدا لولا طبعا جائحة كورونا. برضو بيوصفها وصف هاريس بالمجنونة، وسط هتافات الحشد عليكم إخبار كامالا هاريس أنكم قد سئمتم وأنكم لم تعودوا تستطيعون التحمل، لا يمكنكم تحملك، يعني قولوا لها كده أن احنا لا يمكننا تحملك بعد الآن، أنت نائبة رئيس سيئة وأنه لا تصلحي أنك تكوني رئيسة للولايات المتحدة. فكل دي كانت فعاليات في الفترة اللي فاتت، وايضا زي ما قلت لكم كان في كمان الموضوع الاموال بقى، ان هي كانت جمعت مبلغ كبير جدا في حملتها الانتخابيه، لكن دلوقتي ايلون ماسك بيحاول ان هو يدعم ترامب بشكل كبير. طب المليون دولار يوميا دي عشان توقيع العريضه دي اللي نشرها على حسابه، دي بس يا جماعه للولايات المتارجحه، وهيكون في سحب عشوائي كل يوم لمن يوقعوا هذه العريضه. يمنح مليون دولار لكل من يوقع على عريضة إلكترونية، لكن ما هي الشروط؟ تعهد الملياردير إيلون ماسك بالتبرع بمليون دولار كل يوم وحتى 5 نوفمبر لأي شخص يوقع على عريضة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، لكن بشرط أن يكون من سكان الولايات المتأرجحة في أمريكا. وتأتي هذه العريضة لدعم المرشح للرئاسة دونالد ترامب، والتي تنص على تعديل قانونين هما حرية التعبير والحق في حمل السلاح. في المقابل ترامب يفكر بمنح ماسك منصبا في لجنة معنية بالكفاءة الحكومية، فهل يستغل ماسك ثروته للتأثير بالانتخابات؟ زي ما شفتوه طبعا برضو كان دعمه في التبرع لحملته، وكان كمان بيتكلم على مش بس موضوع كمان انه في اموال، ده في 100 دولار تانية هتبقى كل يوم. احنا طبعا ولايه كاليفورنيا مش ضمن الولايات دي، بس يلا بقوله لكل احبائكم في اي ولايات اخرى موضوع التوقيع على هذه العريضه في الولايات السبعه المتارجحه علشان فعلا يكون في فرصه للفوز. هي ناس بتنتقد هذا الموضوع، لكن هي زيها زي بالظبط الدعم للحمله الانتخابيه، ما هو انت كل الاموال الاكثر من مليار دولار اللي جمعتها كامالا هاريس وبدأت تعمل بيها دعاية وغيره، فهي نفس الفكرة. هنا إيلون ماسك بيحاول يفكر فكرة خارج الصندوق علشان يدعم دونالد ترامب من خلال أموال هتقدم مباشرة للمواطنين يعني الأمريكيين. وقال إن هو برضو يعني كان يعني منح شيك فعلا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أمريكا بي اي سي اللي أقامها في مدينة هيرسبرغ بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين خلف الرئيس ترامب، والفائز كان رجل اسمه جون دورهير
وفقا لطاقم العمل القائم على تنظيم الفعل. يعني بالفعل يا جماعه في حد فاز، فبرضه دي هو كان قايل كل يوم هيكون في سحب على موضوع المليون دولار وفي جوائز تانية. هو كمان كان من ضمن المشاهد القويه جدا اللي انتشرت بشكل كبير الايام اللي فاتت، خلال يمكن من حوالي اسبوعين او 10 ايام كان كمان دعمه وظهر معاه في التجمع الانتخابي وهو بيقفز كده فرحان جدا، ودعم لترامب على الستيج او المسرح في خلال هذا التجمع الانتخابي، وكان في بنسلفانيا ايضا. الحاجه بقى اللي عملها كمان دونالد ترامب الايام دي ان هو استقطب نيكي هيلي في اللحظات الحاسمه. والحقيقه انه نيكي هيلي طالما عملت مع ترامب في الحكومه الخاصه بيه اثناء الاربع سنين، وان هي كانت يمكن العلاقات توترت شويه لانها كانت نازله ضده في الانتخابات في الترشيح الحزب الجمهوري، ولكن بعد كده دعمته في المؤتمر الخاص المؤتمر الوطني اللي اعلنوا فيه انه هم اختاروا دونالد ترامب. وفي الفتره اللي فاتت ما كانش في اي وجود، لكن هو دلوقتي في الساعات الاخيره والايام الاخيره ابتدى يستعين بيها مره اخرى، وبدات بالفعل تظهر في كثير من يعني الفعاليات اللي بتتكلم فيها، وان هي بتدعم ترامب وبتشجع الجمهوريين على انتخاب الرئيس ترامب في الخامس من نوفمبر. قلت لكم كمان انه كان في لقاء، اللقاء ده كان ليه ردود فعل حلوه قوي بالنسبه ليه، كان على قناه العربيه من عملته مراسله مديره مكتب قناه العربيه مع الرئيس دونالد ترامب، وانه كان في عده نقاط مهمه جدا تحدث عنها الرئيس ترامب. الرئيس الحالي للولايات المتحدة. You know, it's so sad to think that if I were president, that war would have never started. You wouldn't have all those dead people, all those, you know, just demolished cities and areas. You wouldn't have had October 7th. That's the most important. You wouldn't have had that. And all of the destruction and the hatred and everything else that followed. زي ما انتم شايفين الحوار كله بالنسبه للقناه العربيه كان على الشرق الاوسط والحرب في غزه وحرب لبنان، وعن العلاقه بولي العهد بن سلمان، وهو اتكلم ان هو لما يعني هيتواصل مع ولي العهد وهيقدروا يوصلوا لنهايه للحرب في غزه وفي لبنان ايضا. وفي نفس الوقت كان بيتحدث ايضا عن انه اشاد بالامير محمد بن سلمان من هو بيبلي بلاء حسنا، وقال ان انا يعني معلش لو نقدر نرجع الجزء ده تاني اللي هو مكتوب فيه الترجمه عشان اقدر نحاول نقرا برضو للمشاهدين. دي زي ما انتم شايفين مقابله كانت خاصه، مقابله كان ليها ردود فعل في المجتمع العربي، وخصوصا عشان كان التركيز على كل النقاط. هو هنا بيصف العلاقه اللي جمعت بلاده مع السعوديه في وقت طبعا وقت حكمه بانها الاربع سنين اللي قبل اللي فاتوا انها عظيمه، لكنها الان مش جيده مع الرئيس جو بايدن، وقال انها لن تكون ايضا افضل في حال فوز كامالا هاريس. فركز على العلاقات مع السعوديه، وقال ان العلاقه لما كنت رئيس كانت علاقة عظيمة، وكانت بالفعل زي ما قلت لكم برضو ان هو كان تحدث انه هيكون في حوار مع او يعني مع بن سلمان، هيحاولوا ان هم يصححوا الاوضاع في الشرق الاوسط. فاتكلم عن الموضوع ده بشكل كبير عن العلاقات مع محمد بن سلمان، وقال انه في الفترة اللي جاية اكيد هيكون طبعا في امور رائعة، وان هو بيكن احترام كبير للسعوديه وايضا لبن سلمان الحقيقه وللملك سلمان بن عبد العزيز. وفي نفس الوقت يعني كان في نقاط كثيره تم مناقشتها في هذا الحوار، ده كان اهمها على الاطلاق، موضوع الحرب في غزه ولبنان وموضوع العلاقات وموضوع انه لو كنت رئيسا لما بدات هذه تلك الحرب ابدا، وما كان ليقتل كل هؤلاء الناس، وانه كل هذه المدن والمناطق المدمره ما كانت لتحدث، وانه ما كانش اساسا هيبقى فيه هجوم 7 اكتوبر، وانه حزين طبعا على كل هذا الدمار والكراهيه اللي اعقبت هذا الهجوم.
ودي كلها حاجات مهمة جدا من ضمن برضو الأشياء يمكن احنا كنا مركزين على أو يعني كنا بنعرض بعض استطلاعات الرأي للولايات المتأرجحة، لكن الوضع اختلف بقى مع بداية التصويت المبكر وبدأ يكون في لقاءات مع الناس اللي صوتوا بالفعل. الحقيقة التصويت المبكر يشعل انتخابات أمريكا، أكثر من 17 مليون أدلوا بأصواتهم حتى الآن. جورجيا تسجل أرقاما قياسية، هاريس تقصف نشاطها في الولايات المتحدة وتستعين مشاهير الغناء أوباما سلاح قوي، كان استعانت بأوباما واستعانت ببايدن طبعا. لكن 46 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا بدأت في إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد للناخبين أو التصويت الشخصي المبكر. وكان في 12 حتى 18 اكتوبر كان صوت اكثر من 8.4 مليون ناخب، بينهم اكثر من 4.5 ديمقراطي واكثر من 4.5 مليون ديمقراطي واكثر من 3.5 مليون جمهوري، ده وفقا لشركه جمع البيانات اللي هي تارجت سمارت. فوربس بتشير ان الارقام الاعلى للديمقراطيين المصوتين مبكرا لا تعني بالضروره تفوقا لهاريس، لأن الديمقراطيين أكثر تأييدا عادة للتصويت المبكر مقارنة بالجمهوريين. وكان برضو في عينات من اللي خدوهم في هذا يعني في المحاولة يعني جمع البيانات، لقوا أنه في ناس كتير قالوا أنهم صوتوا بالفعل لترامب، وخصوصا من اللي هم بيعتبروا المستقلين، لا هم تابعين للحزب الديمقراطي ولا حزب الجمهوري، بيسموهم مستقلين، والمستقلين دول الأعين عليهم بشكل كبير جدا، لأن هم دول اللي المفروض هيحسموا السباق. وقيل أنه نسبة كبيرة منهم كانوا صوتوا لصالح ترامب. عموما في برضو جورجيا سجلت أرقام بدأ التصويت المبكر فيها يوم الثلاثاء الماضي، وأدلى أكثر من 12 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات العامة حتى الآن. ولاية نورث كارولينا كانت برضو كان أدلى أكثر من 533 ألف بأصواتهم مبكرا يوم الخميس في أول يوم للتصويت المبكر في بنسلفانيا، وهي أحد أهم الولايات بالنسبة لسباق الرئاسة. فبالتأكيد دلوقتي في عندنا طبعا سلطات ولاية مينيسوتا أيضا كانوا أعلنوا قبول نحو 338 ألف بطاقة اقتراع. وبالفعل حاليا احنا وصلتنا في كاليفورنيا بالبريد اللي هي بطاقات الاقتراع. كل ولاية يا جماعة احنا برضو هنحاول انه يعني دي هتبقى بامور يعني بشكل هيبقى فيه برضو في قنوات كتير وفي مجالات كتير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لان في بعض الاسئله عن اللي هي بعض تغيير بعض القرارات في كل ولايه، فخلوا بالكم. وبندعو الجميع للمشاركه في الانتخابات من فضلكم، سواء بالبريد انك هتبعت هتحط البالت دي في البريد وهتوصل وبيجي لك رساله انها وصلت، وفي نفس الوقت او سواء بانك تروح بنفسك في الاماكن اللي بدا فيها التصويت المبكر في بعض الولايات، أو في نفس اليوم يوم 5 نوفمبر بتكون الحكاية سهلة جدا جدا. بندعو الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية إن هم يدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات الهامة جدا في مصير الولايات المتحدة الأمريكية. نيجي بقى للكلب البلدي، أشهر كلب بلدي في مصر والعالم كله صدقوني، بكل لغات العالم كل مواقع الإخبارية في كل العالم اتكلمت عنه، هم أطلقوا عليه اسم بوكا. والحكاية بدأت إزاي بقى؟ خلونا نشوف التقرير، واللي مش هيتقال في التقرير هقول له لحضراتكم. هو كان السائح مارشال مارشل اللي هو كان بيعمل رياضة الباراموترز، ولقى الكلب ده على سطح الهرم من فوق قوي، ومن هنا كانت بدأت القصة. وحن لأجداده، طلع الهرم كله لوحده وقف على قمته، بقى حديث العالم كله من عجايب الدنيا، وروج للسياحة المصرية في 24 ساعة بس. حكاية الكلب البلدي اللي قلب العالم وطلع الهرم، كنت تتخيل ان كلب بلدي في مصر يبقى حديث العالم كله خلال كام ساعة بس؟ ايوه هو ده اللي حصل الساعات اللي فاتت، كلب بلدي مصري بقى هو الترند الاول في العالم كله، وشوية شوية هيخلوه واحد من عجايب الدنيا، وده بعد ما قدر يطلع الهرم الاكبر كله لوحده ويفرض سيطرته على قمته. مش بس كده، ده نزل لوحده من غير اي مساعدة. فتعالوا نعرف ايه هي قصة الكلب البلدي اللي قلب السوشيال ميديا والعالم كله. البداية كانت مع فيديو جديد نشره سائح اسمه مارشال موشن
ميشيل كان بيطير بطيارته الشراعيه فوق الاهرامات، فجاه شاف كلب بلدي طالع على قمه الهرم وواقف هناك وفارت سيطرته على قمه الهرم الاكبر وكانه بتاعه وملكه. فاستغرب السائح وافتكر ان الكلب محتاج للمساعده علشان يقدر ينزل، فنشر الفيديو ووعد الناس انه هيروح تاني علشان ينقذه. وفجاه الفيديو بقى ترند والمصريين والسياح بقوا في حاله ذهول، ازاي كلب بلدي قدر يطلع ارتفاع 150 متر لوحده وواقف على قمه الهرم ولا فارق مع حد؟ وكانت المفاجأة بقى لما السايح قرر يرجع علشان ينقذه بطيارته الشرعية، واللي يخض انه لقى الكلب البلدي مش موجود اساسا وبقى في حالة ذهول، ازاي الكلب اختفى وراح فين ونزل ازاي من على الهرم؟ فجأة العالم بقى كله في سيرته وعايزين يعرفوا ايه السر في الكلب ده وازاي طلع قمة الهرم لوحده ونزل تاني. ودي حاجة صعبة سواء على البشر او الحيوانات، خاصة ان الهرم ارتفاعه 150 متر وبقى العالم كله في حيرة. الاجانب بقوا عايزين يعرفوا ايه السر في الكلب البلدي وفي اللي وصفوا انه خارق للطبيعة وانه دي سر من اسرار الفراعنه اللي محدش قدر يوصل لها لحد دلوقتي. فازاي هيعرفوا السر في الكلب؟ مش بس كده، ده كمان في تحليلات بدات تظهر من المتابعين وقالوا ان الكلب حفيد الاله انوبيس عند الفراعنه، وهو اله التحنيط وحارس المقابر ومرشد الارواح للعالم الاخر، يعني هو في مكانه الصح وموجود فوق هرم اجداده، وانه لا تايه ولا حاجه ولا اصلا كان محتاج مساعده. وده لان الكلب البلدي مستانس للقدماء المصريين من الاف السنين وكانوا بيرسموا صوره على المعابد، وانتشرت صوره للكلب في الجرايد العالميه وبقى سر جديد من اسرار القدماء المصريين، وعمل فضول عند كتير من السياح والاجانب انهم يجوا يزوروا الاهرامات ومصر علشان يشوفوه بنفسهم، خاصه بعد ما بدات تنتشر صور جديده ليه وهو متصور قدام الهرم وكمان جنب ابو الهول وكانه مكلف بحراسه اثار اجداده. كمان ظهرت تفسيرات من بعض الخبراء في سلوك الحيوانات وقالوا ان الكلب البلدي هو الكلب الفرعوني الموجود في رسومات المعابد ومصر بيئته الاصليه، وانه كان عنده فضول يطلع للهرم وفي نفس الوقت يحقق لنفسه نشوه الانتصار باعتلاء القمه، وفعلا قدر يعمل ده بسهولة. وكان وهو طالع بيسيب علامات يسترشد بيها أثناء النزول، وهو إنه بيتبول في أماكن معينة في الهرم وهو طالع عشان وهو نازل يسترشد بيها ويقدر يوصل بسهولة لتحت. لكن لحد دلوقتي كل دي تفسيرات مش عارفين منها الحقيقة من الخيال، والأكيد فيها إن الكلب قدر يطلع ارتفاع 150 متر وينزلهم لوحده. فتفتكر إيه السر اللي كان فيه؟ طبعا يعني زي ما شفتوا السائح نفسه الحقيقه، وبنشكر مارشيل، وفي يعني كتير قوي بيقولوا المفروض يكرم هذا السائح بصراحه، لان هو يعني بجد عن طريق نشره الفيديو ده وان هو اتخض لما شاف كائن حاجه بتتحرك على قمه الهرم ال 150 متر، يعني يا جماعه ازاي بجد يعني. فبعد ما نشر الموضوع ده وتابع، هو طلع برده واتكلم وقال انا اسمي مارشيل وانا كنت حلق بالطائرة الشراعية وشفت. خلينا نسمع يعني صوته بالإنجليش كده شوية. Fly back over, see if he's still there, and maybe we can send some help and bring him back to his buddies down here. Let's go find him. بالفيديو ده مش بس كمان الكلب وان الكلب طلع على قمه الهرم وان دي كانت حاجه غريبه ومفاجاه، لا كمان ده هو روج للسياحه عند الاهرامات، وان في رياضه الباراموتورز على عند الاهرامات، ودي برضو ناس كتير ما كانتش تعرفها، ودي طريقه للطيران عن طريق الاقلاع بجناح طائره شراعيه مزوده بمحرك، واللي بيستخدم للاقلاع والهبوط بجناح الطائره، وبيتم ربط الشخص بالمحرك وبيتحكم في الشراع في السرعه، ولإتقان ممارسة هذا النوع من الرياضة بيجب التدريب عليها لفترة قصيرة بتستغرق عدة أيام. فدي برضو كانت حاجة جميلة جدا بجد، عمل يعني بجد ناس كتيرة كانت علاقاتهم بصوا الكلب البلدي الجميل ده اللي هو يعني حفيد الإله أنوبيس الكلب الفرعوني الشهير، قدر إزاي يعمل اللي ناس كتيرة ما كانتش عارفة تعمله في سنين، اسم الهرم وسفح الهرم وإنه الكلب ده كان طلع وكام ارتفاع الهرم والتفاصيل دي كلها، والرياضة دي كلها انتشرت، بدأت ناس بقى تتصور، بدا كمان ناس كتير تروح وتصور، وقال لك كانه اتعمل مؤتمر صحفي بقى وانت كنت طالع تعمل ايه وهو محدش عارف لغايه دلوقتي. لكن نشروا لي كتير جدا فيديوهات، كتير من السياح اللي كانوا موجودين في مصر حاليا كانوا حريصين ان هم يتصوروا معاه، يعني فدي قد ايه، واحد عرض تقريبا مش عارفه كام الف علشان يشتريه، ولقينا لا ده قصته كبيره، ده عنده عيال بقى واطفال هناك في يعني كلاب كتيره في سفح الهرم وان هم شكلهم عايشين هناك يعني.
فدي كلها كانت مشاهد بدأت تنتشر والناس كلها اهتمت بيها على فكرة، وعدد المشاهدات للموضوع ده عدد مشاهدات غير طبيعي. خلينا نشوف برضو الكلب وهو دايخ مع أولاده وقال لك فده طبعا يعني كانت حاجة جميلة برضو إن هو السياح زي ما قلت لكم. المهم يعني في حاجات كده كتير جميلة جدا ترند، ولكن زي ما بقول لكم الفكرة كلها كل بصوا سي ان ان الديلي ميل كل يا جماعة الصحف العالمية بلا استثناء بكل لغات العالم كتبت هذا الخبر، يعني لكم أن تتخيلوا، والموضوع بجد فعلا حاجة جميلة. انتشر بقى شوية إيه الحجوزات بدأت بشراسة على المكاتب السياحية. تخيلوا كم مليون فرد عرفوا أنه في طيران شرعي فوق شراعي عفوا شراعي فوق الأهرامات اللي هو الباراموتورز، وقد إيه فايدة هذا الكلب بوكا. ناس قعدت وقال لك بصوا الناس بتتصور معاه قد إيه. كان كمان في 100,000 دولار العرض اللي جه، وان في ناس بدات تقبل وعايزه كلاب بلدي كلاب الفرعونيه الجميله دي. وبرده فكرونا بانه الكلب البلدي المصري كان ليه برده صولات وجولات. في ناس قعدت تقول ايه طب احنا مستنيين بقى لما بونا الشاذلي تستضيفه ايه الكلام ده، لان كان في فيلم قبل كده كان بطله كلب بلدي برده هو الكلب رامبو، وكان كان برضو استضافته منى الشاذلي، علشان كده كان الناس مستنيه برضو انها تستضيف هذا الكلب الجديد بوكا. وهتشوف بقى هنقول له ايه والكلام ده كله. فالحقيقه ان كده في تاريخ جميل وحاجه جميله تكتب في انه الكلب البلدي المصري كان عمل فيلم وطلع سفح الهرم وعمل دعايه، وانه عرف الناس بان في كمان كلب كان ايقونه اسمه الإله أنوبيس والكلام ده كله. فبجد بنشكر مارشال، وحقيقي أنا بضم صوتي لصوت كل الناس اللي قالوا المفروض إن هو يتم تكريمه، وبنشكره لأنه عمل بجد دعاية سياحية لمصر. يعني مش عارفة أقول لكم بملايين الدولارات كان ممكن نحتاج إن احنا نعملها اتعملت بفيديو جميل منه، وانتشر هذا الخبر في كل العالم. عندنا بعض الأخبار المهمة أيضا بالنسبة للرئيس السيسي، بيقول أن مصر قد تراجع الإنفاق مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط غير محتملة. ودي حاجة مهمة جدا أنه بيشعر الناس كلها أنه قد إيه حريص على أنه فعلا يعني ما يكونش في ضغوط أكثر توضع على كاهل المصريين. أيضا الرئيس السيسي قال عملنا على توفير من 700,000 إلى 1,000,000 فرصة عمل في 10 سنوات لتقليص نسبة البطالة إلى 6.5%. قال أيضا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتنمية، وده كان خلال كلمته أمام منتدى أعمال تجمع البريكس. وقال أن مصر يعني ماشيين بخطة جيدة جدا للوصول إلى اقتصاد مستدام قادر على مواجهة الأزمات مع العمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين. والحقيقة أنه كان برضو البورصة المصرية اختتمت يعني بأرباح بربح 49 مليار جنيه مؤشرات خضراء. وأنا قلت لحضراتكم كمان حتى البورصة الأمريكية وبورصات العالم في انتفاضة كويس شوية دلوقتي. عندنا كمان مصر تخطط لطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وده حسب الوعد بأنه كده إن شاء الله مش هيكون فيه يعني وتخلت عن خطتها لتصبح مورد موثوق لأوروبا علشان خاطر انه يكون مفيش ترشيد تاني في الكهرباء في مصر. عندنا ايضا كان الحكومه نفت بقى خفض كوته استيراد السيارات 20% بدءا من الشهر الجاري، وده كان مهم جدا لان انتشر هذا الخبر وتم نفي رسمي من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، وانه هناك استمرار مع وزاره الاستثمار والتجاره يعني بالنسبه لاستيراد السيارات مفيش اي تخفيض ولا اي حاجه من هذا القبيل. طبعا بالنسبه لي قلت لكم في بدايه الحلقه انه باريس بتستخدم فوائد الاصول الروسيه المجمده لتسليم كييف معدات عسكريه. كان في حاجه مهمه جدا بالنسبه للحرب الروسيه هذه الايام انه كان لويد اوستن راح وزار زار كييف، والحقيقه ان الزياره دي كانت غير معلنه، ولكن عرفنا ان هو ايضا ذهب الى كييف لدعم ايضا
أوكرانيا بدعم مادي ودعم عسكري. أعلن من كييف تقديم أسلحة بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا. أوكرانيا كانت نشرت مقطع فيديو لجنود كوريين شماليين في روسيا وده أثار الدنيا جدا، وكان الحقيقة برضو في توضيح أنه يعني بيحاول في ردود على انه ده لم يعني بيوضحوا الامر ايه فكره انه في جنود كوريين شماليين. كان برضو تبادل 190 اسير حرب كان ما بين روسيا واوكرانيا الفتره اللي فاتت بواسطه اماراتيه. وبالنسبه برضو للميداني الحقيقه كان يعني روسيا اسقطت 110 مسيره اوكرانيه، وده حسب إعلان وزارة الدفاع الروسية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا ليلة الأحد الاثنين الهجمات بالطائرات المسيرة، وكان في دوي انفجارات، وما زالت الحرب للأسف مستعرة منذ أكثر من عامين ونصف. بالنسبة للأخبار بالنسبة للحرب كده هقول لحضراتكم بسرعة، بالنسبة للحرب في قطاع غزة، وأيضا الحرب في بالنسبة لأيضا لبنان. طائرة مسيرة لحزب الله، كانت هذه الطائرة فجرت منزل نتنياهو. هذه الطائرة اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسببت بعض الأضرار لمنزل نتنياهو. وكان الهدف من هذه الطائرة المسيرة أنه حسب ما أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن كان في ساعة مبكرة من صباح السبت استهدف مقر إقامته في منطقة قيصرية أطلقها حزب الله من جنوب لبنان، والدفاعات الجوية لم تتمكن من اعتراضها لتصيب بشكل مباشر المبنى، ولكن المبنى كان فارغا حينها. أحدثت أصوات انفجارية كبيرة، ثلاث طائرات دون طائرات أطلقت باتجاه المدينة الساحلية وأصابت طائرة منهم المبنى، بينما تم اعتراض الطائرتين الأخريتين. وطبعا نتنياهو أكد قال أنه إيران هي اللي بتدعم حزب الله، وأن هم إيران هي اللي دفعت حزب الله علشان يتم الهجوم على منزله، وأنه هذه المحاولة المدعومة من إيران كانت خطأ جسيم. كان في برضو غارات وطائرات إسرائيلية كتيرة كانت أكثر من 50 بلدة وقرية في جنوب الضاحية أيضا بيروت. استشهد العقيد إحسان دقصة أيضا، والحقيقة ده كان من ضمن الأمور اللي كانت قوية جدا في هذا الموضوع. الاغتيال ده كان من الحاجات اللي فعلا الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل العقيد إحسان دقصة قائد لواء المدرعات 401 خلال معارك جباليا. معارك جباليا مستعرة بشكل كبير جدا هذه الأيام. عندنا برضو كان القصص الخاصة باستهداف تجمعات الأموال اللي هي تابعة لحزب الله، وعلى فكرة أماكن كتيرة جدا بيعلنوا عن إخلاءها دلوقتي. إسرائيل بتقول للناس في جنوب لبنان يخلوها، وكان محاولات أنه يتم العودة مرة أخرى لموضوع قرار 1701 للأمم المتحدة عن طريق زيارات متعددة هذه الأيام. هنكمل معاكم إن شاء الله كل هذه الأخبار في حلقتنا الجاية إن شاء الله يوم الأربعاء ما وراء الأحداث. انتظرونا، إلى اللقاء.